مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما منورني وشرفني في قناتكم قناه الاهلي واخبار النادي الاهلي الرياضيه واخبارنا الرياضيه بصفه عامه. في البدايه طبعا وقبل كل شيء بنعي باسم قناه النادي الاهلي وكل النادي الاهلي بنعي الكابتن عبد الرحيم محمد اللي وفاته المنيه النهارده اثر ازمه قلبيه حاده بعد مباراه مصر والسعوديه. كل التعازي من كل الأهلوية إلى كابتن عبد الرحيم محمد نجم مصر ونجم نادي الزمالك ومدرب الزمالك السابق. كان كابتن محمد عبد الرحيم محمد النهاردة بيحلل مباراة لدى قناة النيل للرياضة وتعرض لأزمة قلبية حادة، وفاته على أثرها المنية في مستشفى قصر العيني الفرنساوي. لعب الكابتن عبد الرحيم محمد نادي الزمالك في فترتي السبعينيات والثمانيات، وعمل عبد الرحيم محمد مدربا في الزمالك رفقة هنري ميشيل في 2009 وأحمد حسام ميدو في 2014. بقاء والدوام لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في عالم الرياضة يعني لازم كنا ننعيه في الأول، كل تعزينا مرة تانية لأسرة الراحل كابتن عبد الرحيم محمد باسم قناة النادي الأهلي وباسم كل النادي الأهلي. نرجع لأخبارنا نبدأها معاكم بمباراة مصر والسعودية، وللأسف خسر المنتخب المصري.